أنت معنا في مقرر تنظيم حاسبات 2. نحن في الباب الأول Chapter 1 Central Processing Unit، وننتقل فيه إلى الدرس التالي Chapter 1 Lecture 6 Examples of Micro Operations أو أمثلة لعمليات دقيقة. استعرضنا في الدرس السابق الجداول المستخدمة لترميز السجلات والجدول المستخدم لترميز الأوبريشن. نريد أن نستفيد من هذه الجداول للتحويل من مايكرو أوبريشن إلى كنترول ويرد أو العكس. في هذا الجدول هنالك 5 أمثلة لتمثل أنواع المايكرو أوبريشنز المختلفة، سواء كانت حسابية أو منطقية أو عمليات نقل أو عمليات إزاحة. نبدأ بالمثال الأول. المثال الأول يقول R5 or R4 and the result taken to R4. هذه العلامة هي علامة الOR، logic operation OR، أي أن هذه micro operation تقول محتويات السجل R5 يعمل لها logic ORing مع محتويات السجل R4 ويوضع الناتج في السجل R4. طيب، هذه micro operation، العمود الأول micro operation. هذه الأربعة أعمدة التي تليه هي أعمدة الفيلدز، الحقول المختلفة، والعمود الأخير هو الكنترول ويرد. هذا العمود كيف تتم المواءمة بين المايكرو أوبريشن والفيلدز والكنترول ويرد؟ المواءمة تتم هكذا. إذا كانت هذه هي الفيلدز كما نعرفها، select A select B select D وأوبريشن، هذه هي الفيلدز وهذه هي السيمبولز المستخدمة في المايكرو أوبريشن. في هذا المثال نقول أن الرقم الموجود إلى يسار السهم هو select D، الرقم الموجود إلى يسار السهم هو R4، هذا select D، إذا نكتب R4 هنا. والرقم الموجود مباشرة إلى يمين السهم هو select A، هذا هو الموجود مباشرة إلى يمين السهم هو select A، إذا نكتب R4 مرة أخرى. أما السجل الموجود إلى يمين السهم ولكن بعد الأوبريشن فهو select B، هذا R5 إلى يمين السهم بعد الأوبريشن، إذا R5 هو select B. والأوبريشن الموجودة بين السجلات التي إلى يمين السهم هي الأوبريشن، إذا الأوبريشن هي OR، logic OR. والكنترول وير نستعين بجدول الانكودينج اوف ريجستر وبجدول الانكودينج اوف اوبريشن ونحول ارقام السجلات الى باينري مباشره. هذه R4 تصبح 100، هذه R5 تصبح 101. 100 هو المناظر ل4 بالباينري و101 هو المناظر ل5. مره اخرى 4 100، وعملية الأور من جدول الأوبريشن إنكودينج هي 0 1 0 1 0، ويصبح هذا هو الكنترول ويرد للمايكرو أوبريشن في المثال الأول، وهي مكتوبة هنا نفسه، مكتوبة هنا هذه نفسه. إذن هذا هو الكنترول ويرد للمثال الأول. المثال الثاني عملية نقل من سجل إلى سجل، محتويات R1 تنقل إلى R7. إذن قلنا يمين السهم مباشرة هو select A، وليس بالضرورة أن يكون في المايكرو أوبريشن موجود select B، هنا ليس لدينا select B، والرقم يسار السهم هو R7 وهو select destination، والعملية عملية نقل transfer A، والكنترول وير ترجمة مباشرة من الديسيمال إلى الباينري، R1 تصبح 001
ولأنه ما في select B نكتب 3 أصفار و R7 تصبح 111 والترانسفير هو 5 أصفار. المثال الثالث هو عملية حسابية، عملية طرح محتويات R6 تطرح من R3 ويكتب الناتج مرة أخرى في R3. بالمناظرة بين الحقول والرموز نجد أن select A هي R3، select B هي R6، select D هي R3، والعملية هي subtract، عملية طرح. والكنترول وورد ترجمة مباشرة: R3 تصبح 011، R6 تصبح 110، R3 تصبح 011، وعملية الطرح هي 00101. المثال الرابع هو مثال آخر للنقل، ولكن النقل هنا بين الانبوت والاوتبوت وليس هنالك سجلات. إذن select A هي الانبوت، يمكن أن نكتب انبوت أو نكتب داش، وليس هنالك select B، وselect destination هو الاوتبوت، يمكن أن نكتب داش أو نكتب اوتبوت، كل صحيح، والعملية هي عملية transfer. وبما أنه ليس هنالك سجلات فتصبح جميع مكونات الكنترول وورد هي أصفار، 3 أصفار للسلكت A، 3 أصفار للسلكت B، 3 أصفار للسلكت D، و5 أصفار للترانسفير. هذه عملية ترانسفير مثلها مثل هذه، الفرق أن هنالك سجلات وهنا الترانسفير بين الاكسترنال انبوت والاكسترنال اوتبوت. المثال الأخير هو عملية إزاحة، محتويات R2 نعمل لها إزاحة إلى اليسار ويوضع الناتج في R2 نفسه. إذن select A هي R2، ليس هنالك select B، وselect D هو R2 أيضا، والعملية shift left A. والcontrol word هو 010 ل R2، 3 أصفار لأنه ليس هنالك select B، و 010 مرة أخرى ل R2، وعملية الإزاحة إلى اليسار تكتب بالباينري 11000. إذن هذه الأمثلة وضحت أنواع مختلفة من المايكرو أوبريشن وكيف نحولها من مايكرو أوبريشن إلى كنترول وورد بملء الخانات select A، select B، select D وأوبريشن بالباينري المناسب. الآن هذا تمرين لك حتى تتمرن على التحويل من مايكرو أوبريشن إلى كنترول وورد أو العكس. يجب أن تنتبه إلى هذه المناظرة، مثلا هذه المايكرو أوبريشن R4 or R5 والناتج إلى R7 مثلا. هذه نناظرها مع select هكذا، عندنا select A، select B، select D operation. لاحظ معي أن السجل الموجود إلى يسار السهم هو select D، فهذا يناظر هذا، والسجل الموجود مباشرة إلى يمين السهم هو select A، فهذه تناظر هذه، والعملية بين السجلين إلى يمين السهم هي operation، فهذه تناظر هذه، والسجل الآخر إلى يمين السهم هو select B، وهذه تناظر هذه. إذن يجب أن ننتبه عندما نناظر بين السجلات وحقول المايكرو أوبريشن أو حقول الكنترول وورد. عليك الآن أن تجرب هذين التمرينين: 1 write the micro operation for the control word المعطى هذا، يجب أن تقسمه إلى حقول ثم تترجم الباينري إلى
الريجسترز المناظرة أو إلى الأوبريشن المناظرة. التمرين الثاني: Write the control word for the micro operation R6 plus 1 والناتج يوضع في R6. طبعا ستستعين بجداول الترميز التي درسناها لترميز أرقام السجلات وترميز عمليات الـ ALU. وإلى الدرس القادم.